السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل على الدرس السادس صفحة 31 من كتاب الأضواء الصف الرابع الابتدائي. السؤال الأول هنا 423012 أصغر من، عايز عدد أكبر من 423، 413، 420 و 432 و 315. طبعا 432 هي الأكبر من العدد، يبقى نكتب ادي 4 3 2 علامة ادي الصفر واحد. السؤال رقم 2 5 مليون، ادي 5 مليون قبلها خانة الالاف 54000، وادي 3 اصفار اللي هما خانة الاحاد والعشرات والمئات اللي مش موجودة. هنا 5 مليون وهنا 5 مليون، هنا 54 لكن هنا 45، يبقى مين الكبير، الاربعة وخمسين ولا الخمسة واربعين؟ طبعا الاربعة وخمسين، يبقى العلامة اكبر من الاختيار رقم الف. سؤال رقم 3 هنا عدد مكون من 6 ارقام وهنا 6 ارقام، هنا 206 وهنا 206000، هنا 354 وهنا 345، ده 300 ده 300 لكن ده 5 لكن ده 4، قارن واحدة واحدة، يبقى العلامة أصغر من. وندخل على سؤال رقم 4 3 ملايين، 3 مليون قدامها 6 اصفار، المليون 6 اصفار، 1 مليار، المليار 9 اصفار، ده المليار، يبقى المليار طبعا أكبر. سؤال 5 الرقم الذي يجعل العلاقة أصغر من، تمام، هنا 6 وهنا 6، هنا 2 وهنا 2، هنا 0 وهنا 0، انا عايزة العلامة تبقى على الكبير، يعني الكبير الواحد، هنا 1 اهو، يبقى انا عايزة عدد اصغر يبقى 0. سؤال رقم 6 67 مليون، هنا 67 مليون، 353000 هنا 353000، 622 وهنا 622، يبقى العلامة بينهم يساوي. وندخل على السؤال رقم هنا 999 مليون و999999، لكن هنا 1 مليار، طبعا المليار اكبر. سؤال رقم 8 465 مليون، هنا هنخلي العدد، نكتب العدد الاول في صورة قياسية، ادي 4 6 5، الخانة اللي قبلها 3 ارقام، بكتب 3 ارقام كاملين، مفيش عندي خانة ناقصة. السؤال الثاني صيغة ممتدة، احد مش موجود، عشرات مش موجود، اولها كلمات اللي هي 100، بعد كده خانة الالاف 2، عشرات الالوف مش موجودة لكن معايا مئات الالوف اللي هي 3، بعد كده خانة الملايين 6 مليون، هنا طبعا 465 مليون، يبقى 6 مليون ولا 465 مليون؟ طبعا 400 هي الكبيرة، يبقى العلامة اكبر من الاختيار رقم الف. السؤال رقم 9 هنا طبعا عدد في المليارة 9 10 ارقام وده 10 ارقام، هنا 1 مليار وهنا 1 مليار، هنا 200 هنا 300، يبقى من الكبير 300 يبقى العلامة اصغر منه. سؤال رقم 10 هنا 1 في الاحاد، 2 في العشرات، المئات مش موجود، المئات موجودة يبقى كده الالاف اللي مش موجودة لكن عشرات الالوف اللي هي 3، بقى 30421، لكن هنا 6514، يبقى 30000 هي الكبيرة، يبقى الاختيار رقم الف. وندخل على سؤال ثانيا اكمل ما يأتي، هنا 30 10، شيل 10 حط الصفر، بقت 300. القمة المكان رقم 5، القمة المكانية يعني مكانه احاد ولا عشرات ولا مئات، تعال نعد، ده عامة خانة الوحدات اللي احاد وعشرات ومئات، دي خانة الالاف اللي احاد الالوف وعشرات الالوف ومئات الالوف، دخلنا على خانة المليون، يبقى عندي هنا في احاد الملايين، احاد الملايين. سؤال رقم 3 الصيغة القياسية للصيغة العددية 409 409، ده الصورة القياسية. أصغر عدد مكون من الأرقام، مين أصغر عدد؟ الواحد، بعد كده الصفر، كده الواحد خلصنا الصفر، ده كده أصغر عدد، بعد كده من الصغير الخمسة، كده خلصنا الخمسة، بعد كده الستة، بعد كده التمانية، يبقى 10568. سؤال رقم 5 قيمة العدد 9، قيمته بالاصفار، 9 دي في خانة ايه؟ في خانة عشرات الالوف، يبقى 90000، عشرات الالوف يبقى 90000. وندخل على السؤال ثالثا اخر سؤال، اكتب الصيغة القياسية للعدد، عايز الصيغة القياسية للعدد 423012،
23 ألفا واثنى عشر يعني 12. المئات مش موجودة نزلنا صفر. ده الصورة القياسية. ندخل على السؤال اللي بعده. اكتب الصيغة الممتدة للعدد 123. 3 في الأحاد بثلاثة زائد 2 في العشرات بعشرين زائد 1 في المئات بمية. كده الحمد لله احنا خلصنا كل أسئلة الدرس. ان شاء الله الفيديو القادم هناخد الدرس السابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.